بيه اي خبر حياه اللي كانت عماله تبص له بقرف، وان هو انسان جبار وخاطف اطفال وخطف اختها الصغيره وحسسها بالرعب وبالاهانه عشان يقدر يوصل للقلب الكبيره. كانت شايفه ان هو من وجهه نظرها شاب ما عندوش اي ضمير، شاب جبار. بص في ساعته وقال لها اجهزي عشان كتب الكتاب هيتم كمان نص ساعه، انا متفق مع المأذون هو مستنينا دلوقتي، هنكتب الكتاب ونطلع على البيت. فضل تصرخ وتعيط، وبعد ما كتبوا الكتاب اخدها على بيته وقال لها طمني انا اعرف ربنا كويس جدا، مش ممكن ابدا هيبقى جوازنا كده من غير فرح. بكره الفرح، مشتريك فستان حلو جدا وهنعزم فيه كل معارفك ومعارفي، هيبقى جواز على سنة الله ورسوله. بصيت له باستهزاء وقالت له ايوه ما واضح، واضح قوي ان انت تعرف ربنا وبتخاف منه. بصراحة انت جبار وما عندكش ضمير، وانا مستحيل ابدا اسلم لك قلبي. قال لها بيني وبينك الزمن، الزمن هيحكم ما بيننا، واديك هتختبريني، لو عايزة تكملي معايا انا موافق، ولو مش عايزة ليكي منفك الحر. حياة فضلت قاعدة في الأوضة وهي مش عارفة مصيرها ايه بعد كده، وهي اصلا مش سايقة تقعد معاه يوم واحد عشان نطلب منها تقعد معاه شهرين. هي مش طايقاه من البداية، ازاي هتطيقه بعد كده مهما عمل؟ كانت متنرفزة ومتعصبة ان هي دلوقتي مجبرة على وضع هي مش عاوزاه. والله اعلم ايه المستخبي. في الوقت ده راشد نزل لمامته عشان يبلغها ان خلاص عقدته ان الجواز اتحلت. الام كانت قاعده ومش فاهمه اي حاجه، قاعده في الجنينه ومش فاهمه هو ايه البنت اللي طلعها الاوضه دي، هو للدرجه دي بقى جريء؟ ما كانتش فاهمه ان هي مراته. جه راشد وقال لها بقولك ايه يا ماما، انا مش عاوزك تقلقي خالص، عقدتي ان الجواز خلاص اتحلت، خلاص انا جوزت، واللي قاعده فوق دي تبقى مراتي، لكن احنا كتبنا كتاب بس عشان كنا مستعجلين، تقدري تعزمي كل معارفنا عشان الفرح بكره ان شاء الله. ردت في استغراب وقالت له فرح ايه يا ابني، هو انت ازاي اصلا تتجوز ولا تروح تتقدم لعروسه من غير ما ترجعي؟ انا طبعا فرحانه جدا ان عودتك من الجواز اتحلت، لكن في نفس الوقت زعلانه لانك ما خدتش رايي في اي حاجه. رد وقال لها تناكا بقولك ايه، المهم ان انا خلاص عقدتي اتفكت، مش لازم يعني تلغي رغي الامهات ده، احمدي ربنا ان ادك عقدته اتفكت، يلا جهزي الفرح بكره ان شاء الله. وتاني يوم كانت الام مجهزه كل حاجه وكانت فرحانه جدا بفرح ابنها، لكن كان في حاجات كتير غامضه ما كانتش فاهماها، وخصوصا ان حياه كانت دايما قاعده في الاوضه ودموعها ما كانتش بتجفر من على خدها، كانت منهاره لدرجة إن صوت عياطها كانت مسمع اللي بره الأوضة. دخل لها راشد وقال لها أنا مش فاهم إيه المناحة اللي أنت عاملاها دي، الناس خلاص بدأوا يجوا، وأنا بلغتك من إمبارح إن فرحك النهاردة، هتلاقي الفستان بتاعك موجود، يلا جهزي عشان تنزلي. ردت في استغراب وقالت له أنزل أروح فين وفستان فرح إيه اللي أنت عايزني ألبسه؟ أمي وأختي مش موجودين معايا، مش كفايه انك انت خطفني ومتجوزني بالعافيه، لا كمان مناني ان انا اشوف اهلي ومناهم ان هم يجوا، انا بجد مش عارفه انت ازاي كده. رد وقال لها في برود اسكتي بقى وبطلي صداع، يلا جهزي عشان الناس واقفين تحت، انا هروح مشوار وارجع الاقي جهزت على طول، اظن كلامي مفهوم. ردت وقالت له انت رايح فين وسايبني؟ انا مش هلبس ومش هجهز غير لازم امي واختي يكونوا موجودين. في الوقت ده فضلت تتكلم كتير لكنه مشي وسابها وما كانتش عارفه ايه هو المشوار اللي هو رايحه. لكن في الحقيقه راشد انسان مش شرير، وده الكلام اللي كان بيحاول يفهمه لمامة حياه. راح وقال لها سامحيني على اللي عملته، بس انا بحب بنتك، بحبها بجنون من اول مره شفتها فيها، والنهارده هتلبسي وتجهزي عشان تشوفيها بفستان الفرح.
قرب من ندى اختها الصغيره وقال لها: ايه رايك يا عسوله تيجي البيت عندي وتشوفي اختك وهي لابسه الفستان؟ اكيد هتتبسطي لها قوي. ندى فعلا فرحت وقالت له: انا فعلا كنت مستنيه اليوم ده من زمان، نفسي اشوف اختي بفستان فرح. اصلها كانت دايما تقولي ان هي تكره الجواز. لا يا حبيبتي، من هنا ورايح اختك هتحب الجواز، اوعدك بكده. الام كانت واقفه بتسمع. لما هو انسان كويس كده، ايه اللي بيخليه يتجوزها بالشكل ده؟ ايه اللي بيخليه يجبرها على حاجه هي مش عاوزاها؟ الام برضه ما كانتش قادره تصفاله لحد ما اتكلمت معاه. رد عليها وقال لها: انا عاوزك تطمني وما تقلقيش مني ابدا، انا هحط بنتك جوه عينيا. صدقيني انا بصراحه مش فاهماك ومش فاهمه الاسلوب والطريقه اللي بتتعامل بيهم، بس انا قلبي بيقولي ان انا مطمنه على بنتي. اتمنى انك انت ما تاذيهاش وما تكرهاش في عيشتها، لانها شافت حاجات كتير جدا وحشه في حياتها. اتمنى تكون انت الحاجه الجميله في حياتها. رد وقال لها: طمني من الموضوع ده بالذات، انا مستحيل اسيب بنتك، انا بحبها وبعشقها وبجد هتكون جوه عينيا. وفي الوقت ده حياتها بتجهز وبتلبس فستان الفرح اللي راشد اشتراه لها، لكنها ما كانتش مبسوطة زي أي بنت في اليوم ده. كل اللي كان شاغل بالها ازاي لابسة الفستان وازاي هتنزل فرحها وهي أمها وأختها مش موجودين معاها. كانت مقهورة من قلبها وعينيها مليانة دموع. وفي الوقت ده الأم وصلت، اتعرفت على مامة راشد اللي فضلت ترحب بيها وتقول لها: أنا مبسوطة جدا إن بنتك قدرت تغير ابني وتخرجه من المود السيء اللي كان فيه، مش عارفة أشكرك إزاي. راشد ابني طيب وحنين، لكنه طايش شويتين ولسانه متبري منه، أكيد أنت متفهمش الموضوع ده. تامر حضر الفرح، قرب من راشد وقال له: طلعت يا متحساه دواهي، ما كنتش عارف إنك أنت هتتجوزها بالسرعة دي، وبيني وبينك أنا كنت قلقان منك جدا في الأول. ليه بس قلقان مني؟ المفروض انك انت اقرب واحد ليا واكتر واحد تعرفني. نزلت حياه العروسه وهي لابسه فستان الفرح، واتفاجئت بوجود مامتها واختها ندى مهيصه وعماله ترقص، وواضح عليهم ان هما الاتنين مبسوطين. حضرت مامتها وقالت لها: ماما الحمد لله ان انتوا جيتوا، انا مش مصدقه ان انتوا موجودين. انتوا جيتوا ازاي وعرفتوا المكان هنا ازاي؟ انا بجد كنت فاكره ان انا هقضي اليوم كله لوحدي. ردت الام وقالت لها: طمني يا حبيبتي، انت بجد في ايد امينه، والشاب ده رغم ان هو طايش شويتين ومجنون ثلاث شويات، لكن بيحبك وهو اللي جابني انا واختك. قربت حياه من اختها ندى وسالتها: طمني عليكي يا ندى، راشد لما اخدك عمل فيكي ايه؟ ضربك؟ عذبك؟ عملك ايه؟ احكيلي. ندى وقتها كانت عماله تضحك وقالت لها: ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا حياة، ده كان كويس جدا معايا، جاب لي حاجات حلوة كتير جدا ووداني الملاهي وكان كويس قوي، انا مش عارفة انت ليه واخدة منه موقف.